هذا المريض اكسجينه 20 ولا دكتور يمنع، ولا دكتور من الساعة 4 العصر لحد الآن، واحنا بمستشفى الأمل. هاي احنا جاي نعالج بيه. هاي الأكسجين مال 17 14. وين دكتور رضوان؟ هاي 10 صار، راح يموت ولا واحد يمه. ولا دكتور من الساعة 4 لحد الآن، هاي 8 صار الأكسجين مالته. أنا خابرت لأحد الأخوة يتصل بدكتور رضوان هسه. صار ساعة كل ساعة قالوا نادينا على الدكتور، وين الدكتور؟ حتى لو بمكة كان وصل. صفر. وانا دكتور رضوان. ولا واحد. وهاي عمي من موجود هنا؟ رحم الله والديكم اخوان. غاتي من موجود هنا؟ ولا واحد بهاي المستشفى؟ هو انت هاي بدات عمي خابرنا منو موجود هنا؟ ها؟ شنو خير؟ ماكو احد موجود؟ لا شو وقت يجون؟ صار ساعتين. طبعا صيح حتى عندي مريض شو ما صيح؟